راديو نيل. خلينا بقى ننقل لموضوع تاني. الموضوع دوت ليه علاقة بالموبايل برضو بشكل أساسي، وهو الانترنت على الموبايل. تمام. في الفترة الأخيرة ابتدت الناس يعني ما تحسش بأزمة كبيرة في حتة سرعات الانترنت على الموبايل، وبالتالي ده دفعهم ان هم يستخدموا تطبيقات اكتر والعاب اكتر بشكل اقوى في الفترة الاخيرة. ده بسبب ايه؟ بسبب وجود انترنت اسرع على الفورجي او الجيل الرابع. مش دي قصتي دلوقتي، قصتي انا بتكلم دلوقتي عن الناس اللي ممكن تكون بتطالب بوجود انترنت للجيل الخامس. تمام. عايزين نشرح بس حاجات بسيطة كده، ان الجيل الخامس لتكنولوجيا تكنولوجيا الجيل الخامس للانترنت بالنسبة ليك كاند يوزر مش هي هتبقى اهم حاجة ولا اللي هتفرق معاك قوي. ليه؟ ممكن يكون سرعتها اضعاف الجيل الرابع، وممكن توصل بسرعتها على الموبايل بالنسبة لك لميت ميجا في الثانية، ودي حاجة كويسة، وسرعتها ممكن توصل لعشرة جيجا على بشكل عام، يعني على كإنترنت سبيد يعني على الموبايل، بتتوزع على عدد المشتركين يعني بشكل أكبر. لكن مش هو ده المعيار الأساسي. المعيار الأساسي في الـ 5G هو ربط الآلات ببعضها. بمعنى احنا دلوقتي بقينا نشوف مفاهيم جديدة ليها علاقة مثلا بإنترنت الأشياء، ان الأجهزة بتكلم بعضها. يعني مثلا ان بيتك يبقى فيه مكونات او اجهزه او اجهزه الكترونيه بتخاطب بعضها، تلفزيون، ثلاجه، موبايل، كل دي انترنت اوف ثينجز او انترنت اشياء. الجزء الثاني معني بيه برضو ال5G هو الانترنت داخل المنازل او المنازل الذكيه، ربط المنازل الذكيه. ده جزء ليه علاقه بسرعات الجيل الجديد من الانترنت. السيارات ذاتيه القياده، ده برضو مرتبط بشكل اساسي بسرعه الكونكشن او بسرعه الجيل الخامس من الانترنت. الروبوتس، الاوامر اللي بتاخدها. القطاع الطبي، القطاع الطبي من اهم القطاعات اللي هتستفيد من تكنولوجيا الجيل الخامس او من الانترنت الاسرع بشكل عام. للتشخيص عن بعد والعلاج عن بعد واجراء العمليات الجراحية عن بعد، ده بقى شيء دلوقتي جوه القطاع الطبي مهم جدا، وده ممكن مش ممكن يحصل الا بوجود انترنت سريع وقوي مبني على شبكة قوية للجيل الخامس. ده يخليني اقول ان ده برضو ليه انفراستراكشر او بنية تحتية لازم يتم الاعداد ليها. على مستوى العالم دلوقتي احنا بنتكلم في 7-8% من التغطية بالجيل الخامس، وبنتكلم في 2025 ممكن تصل ل20%. فاذا لسه الموضوع على الجيل الخامس لسه قدامه شوية، ولسه احنا هنا تحديدا في مصر ما استفدناش الاستفادة الكاملة من الجيل الرابع حتى نتأهل للجيل الخامس. عندنا مازال متسع ان احنا نستفيد من الجيل الرابع حتى ننتقل للجيل الخامس. الجيل الخامس هيبقى مفيد، هيبقى مفيد على مستوى البيزنس اكتر، او على مستوى مجتمعات الاعمال، او على مستوى الانترتينمنت اكتر، او مستوى ربط الالات ببعضها اكتر والصناعة اكتر، اكتر من ان هو يكون معني بالاند يوزر بس. فدي كانت طب جزئية. طب انت تخمن يا احمد، مع وجود او يعني انتشار واتساع استخدام تقنية الجيل الخامس، هل متخيل ان تقنية الجيل الرابع بقى خلاص هتختفي زي ما حصل في تقنية الجيل الثالث؟ بالظبط. ما هو هي تقادم الاجيال او الاستحداث للاجيال الجديده بيجب ما قبلها او بيجي على اللي قبل منها، بس ده بياخد فتره ووقت. عشان كده لسه بقول ان الجيل الرابع لسه ما زال قدامه فرصه للنمو، ومع الوقت الجيل الخامس لما يظهر هيبقى طبعا هيبقى الامتداد الطبيعي للاجيال اللي قبل كده، زي ما ال1G وال2G وال3G وال4G، فهو ده امر طبيعي وتدريجي.